أهلا بكم وإلى عناوين الظهيرة. الجيش السوري يستعيد مناطق على طريق حلب خناصر، وداعش يحرق مخازن الوقود في المحطة الحرارية بريف حلب قبل انسحابه منها. وزير الخارجية التركي يستبعد تنفيذ أنقرة والرياض عملية برية في سوريا، وبوغدانوف في طهران قريبا حاملا رسالة من بوتين إلى روحاني. جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية لمناقشة وقف المساعدات السعودية للقوى الأمنية، والحكومة السعودية تؤكد استمرارها في مؤازرة الشعب اللبناني. الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة أجدابية وميناء المريسة في بنغازي. وجوائز متنوعة للسينما العربية في مهرجان برلين السينمائي، أبرزها للفيلم التونسي نحبك هادي. استعاد الجيش السوري السيطرة على قرية رسم النسل على طريق حلب خناصر التي دخلها داعش مساء أمس، ويعمل الجيش السوري على تفكيك الألغام لإعادة فتح الطريق. ووفق مراسل الميادين في ريف حلب الشرقي، فقد أحرق داعش مخازن الوقود في المحطة الحرارية قبل انسحابه منها. مراسلنا أضاف أن داعش عمل أيضا على زرع العديد من الألغام في محيط المحطة الحرارية قبل انسحابه، كما أفاد مراسلنا بسيطرة داعش على 3 نقاط على طريق حلب أثرية، قاطعا بذلك الطريق المؤدية إلى مدينة حلب. ومعنا رضا الباشا من ريف حلب الشرقي. أهلا بك رضا، أين تتركز المعارك الآن؟ آخر التطورات. فعلا فيما يتعلق في معارك حلب، هي على الطريق الذي يصل مدينة حلب بوسط سوريا في مدينة حماح المعروف بطريق حلب خناصر. الجماعات المسلحة وداعش شنوا هجوما في آن واحد على نقطة الحمامات، كان من طرف الجماعات المسلحة، وعلى رسم النفل من قبل تنظيم داعش في محاولة لقطع هذا الطريق وإيقاف تقدم الجيش السوري في مدينة حلب، لأن هذا الطريق يعتبر الشريان الوحيد لمدينة حلب. تمكن الجيش السوري بعد معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة وتنظيم داعش في هذه المنطقة من استعادة رسم النفل. ما تزال طبعا المعارك في محيط هذه المنطقة قائمة، لذلك يعمل الجيش السوري على قطع الطريق تجنبا لهذه الأضرار في صفوف المدنيين الذين يريدون الوصول إلى بعض النقاط، في حين تمكن من استعادة إحدى النقاط التي سقطت إلى الشرق من منطقة الحمامات الواقعة بالقرب من مدينة بلدة خناصر. بقيت نقطة واحدة حاليا ما تزال الجماعات المسلحة تسيطر عليها، في حال تمكن الجيش السوري من السيطرة عليها يعتبر الطريق تقريبا مفتوح، يعود الطريق للعمل من جديد، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت لأن تهدأ شدة المعارك، خاصة وأن الجماعات المسلحة تعمل على استهداف محيط المنطقة بشكل كامل بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة إلى تركها العديد من العبوات الناسفة في هذه المنطقة. كما أشرت حاليا المعارك الأعنف هي في هذه المنطقة في محاولة من الجماعات المسلحة لإيقاف تقدم الجيش السوري. إضافة إلى ذلك يشهد الريف الشرقي أيضا تقدم للجيش السوري على محاور القتال، سواء في محور برلهين كان هناك استهداف مباشر وإصابات محققة لتنظيم داعش في هذه المنطقة، لأن تقدم يعمل تنظيم داعش على تحصين نقاطه بشكل قوي جدا، إضافة إلى الانتحاريين لمنع تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة، لأن أي تقدم ولو كان بسيطا للجيش السوري في هذه المنطقة سيمكنه من وصل قواته المتواجدة في برلهين مع القوات المتواجدة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وسيؤدي إلى سقوط العديد من القرى التي ستقع في فخ الحصار الذي يقوم الجيش السوري عليه في هذه المنطقة، حيث قسم الريف الشرقي إلى مناطق تشبه الجزر، يعمل على محاصرة تنظيم داعش في كل منطقة ما يدفعه إلى الانسحاب منها. كما أشرت المحور الأقرب للحصار هو برلهين المدينة الصناعية. إضافة إلى ذلك لاحظنا قبل قليل قصف للطيران لمواقع داعش في ريف حلب الشرقي على المحور الواقع القريب من مدينة الباب، وهو المحور الثاني والذي يعتبر محور هام جدا، لأن تقدم الجيش السوري في محيط مدينة الباب يهدد أكبر معاقل داعش في سوريا وفي ريف حلب الشرقي على وجه الخصوص. إضافة طبعا إلى ذلك هناك مناوشات ما تزال مستمرة على محاور مدينة حلب ومحور الريف الجنوبي ومحور الريف الشمالي لمدينة حلب. شكرا جزيلا رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا من ريف حلب الشرقي. وإلى ريف اللاذقية الشمالي، حيث سيطر الجيش السوري وحلفائه على قرى ظهر أبو أسعد وكتف الحورية وحكرة التحتاني وأرض الوطى شمال شرق ناحية كنسبة، إشارة إلى أن هذه القرى تبعد عن ريف إدلب مسافة 1.5 كيلومتر.
نقل مراسل الميادين في سوريا عن مصادر طبية سورية تقديراتها بارتفاع عدد شهداء تفجيرات منطقة السيدة زينب بريف دمشق إلى 95. وبحسب مراسلنا فقد انفجرت سيارة مفخخة في المنطقة أمس، تبعها تفجيران انتحاريان بعد تجمع الناس، وقد تبنى تنظيم داعش هذه التفجيرات. أطلق وجهاء وفعاليات دينية ومجتمعية في درعا مبادرة واسعة للمصالحة تقوم على إلقاء المسلحين للسلاح مقابل تسوية أوضاعهم. محمد الخضر والتفاصيل. مبادرة أهلية للمصالحة في درعا، عشرات الوجهاء ورجال الدين من مختلف البلدات والقرى ناشدوا كل من يحمل سلاحا في وجه الدولة إلقاءه والعودة إلى حياته معززا مكرما، عودة ترتكز على تعهدات ووعود رسمية بدعم المبادرة. اليوم الناس متشجعة أكثر، اليوم الناس صوتها عم يطلع حتى بوجه المسلحين، ولم تخفى وسمعناها على كل محطات الإعلام كيف في قرى ومدن وقفت بوش مجموعات من المسلحين من خارج المدن وطردتهم برات هاي المدن والقرى. إذا هذا الكلام يؤسس إلى جو جديد بالمحافظة. أجواء فرضها الأداء الميداني للجيش السوري من جانب، وحالة الارتباك في صفوف المسلحين من جانب آخر، ما مكن شرائح واسعة من المطالبة بحل ينهي هذا النزف الكبير. أكثر من 1000 وجيه من وجهاء محافظة درعا، هي رسالة لكل من راهن على درعا أن درعا كانت في قلب الوطن واليوم هي درع الوطن. أصبحت الصورة جلية تماما بعدما حصل الأرض من كل المنطقة، وخاصة بعد الناس استوعب بشكل أكيد أن ليس هناك مجال لهذه المنطقة ولسوريا إلا أن تعود إلى حضن الوطن. تعتمد المبادرة على لجان محلية تتولى الاتصال بالوجهاء في كل قرية يتواجد فيها مسلحون، جبهة عمل واسعة تقوم على تسوية أوضاع المسلحين ممن يلقون سلاحهم ومعالجة كل العوائق. يعني أنا حاولت مع قسم من الشباب جوا داخل المخيم كفلسطيني، وحاول أن نوصل لهم وتحدثنا معهم، وكلهم عندهم الأفكار، يعني الأهالي خاصة، يعني حتى المسلحين ضايجين. أنا ربيت ابني على الصدق والأمانة، ربيته يترعرع بسوريا، ما ربيته يترعرع مع إرهابيين، بس إذا في ناس إرهابية بتخافش الله ضيعت لي. أنا عندي بنت مصابة طالبين جامعة كمان راحت ضحية، عندي ولد بصف السادس كمان راح ضحية. هي مصابة مع أخته. الطموح كبير بتحقيق خطوات تصالحية كبيرة في محافظة يتواجد المسلحون في أجزاء واسعة من ريفها، طموح يرتكز على وقائع ومتغيرات بعد 5 سنوات من نزيف الدم والدمار. تواكب هذه المبادرة تقدما ميدانيا للجيش السوري بمنحى تصاعدي في ريف درعا، محاولة لحقن الدماء وتضميد جراح مثخنة في الجسد السوري برمته. محمد الخضر من المركز الثقافي العربي بدرعا، الميادين. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تنفيذ تركيا والسعودية عملية برية في سوريا ليس مطروحا، مضيفا أن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. وفي مؤتمر صحفي في أنقرة قال أوغلو أن الغارات الروسية أكبر عقبة أمام وقف إطلاق النار في سوريا. إلى ذلك تعقد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية اجتماعا لها في الرياض في لقاء يرجح أن يخصص لبحث الهدنة التي تعمل واشنطن وموسكو على تنفيذها في سوريا. المتحدث باسم الهيئة منذر ماخوس أشار إلى أن الاجتماع قد يستمر 2 أو 3 أيام، وسيخصص للبحث في التطورات منذ قرار المعارضة المشاركة في مفاوضات دعت إليها الأمم المتحدة الشهر الماضي في سويسرا من دون أن تقلع فعليا. يزور مبعوث الرئيس الروسي ميكائيل بوغدانوف طهران قريبا بناء على دعوة من مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. الطرفان وخلال اتصال هاتفي اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية باستثناء المناطق التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية، كما أكدا ضرورة تسوية الأزمة السورية سياسيا. تعقد الحكومة اللبنانية جلسة استثنائية في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام. الحكومة تناقش عددا من المسائل السياسية في مقدمها القرار السعودي بوقف المساعدات للقوى الأمنية اللبنانية، استقالة وزير العدل أشرف ريفي. وقبيل بدء الجلسة قال وزير حزب الله في الحكومة محمد فنيش
عندما تعتذر السعودية من المقاومة نفكر في إرسال وفد إليها. وبدوره قال الوزير حسين الحاج حسن إن من يطالب بالإجماع العربي فليقل أين هو هذا الإجماع في اليمن وفي تدمير سوريا أو في صناعة التكفير. وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي لفت بعد اجتماع مجلس الوزراء إلى أن السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بطوائفه كافة وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته. مجلس الوزراء السعودي وفق الطريفي قال إن حزب الله يصادر إرادة الدولة اللبنانية ويقود مواقف ضد السعودية فيما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية، وهذه مواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين. وينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جوزيف قصيفي. أهلا بك أستاذ جوزيف. بداية، هل لديك أي معلومات أو رشحت أي معلومات عن هذه الجلسة الاستثنائية؟ حتى الآن لم ترشح معلومات مؤكدة. كل ما رشح أن هناك اتجاها لتشكيل وفد من الحكومة اللبنانية توجه إلى السعودية والإعلان أن العلاقات اللبنانية السعودية هي علاقات أخوية وأن لبنان حريص على مداراة السعوديين والمملكة وكذلك تأكيد التضامن العربي والوقوف إلى جانب القضايا العربية المحقة والطلب إلى المسؤولين السعوديين بإعادة النظر في الموقف الذي أعلنوه لجهة وقف الهبة للجيش اللبناني هبة 3 مليارات. نعم. طيب. أنا أعتقد أنه هذه الصيغة التي يجري التداول بها لم تنال إجماع كل مجلس الوزراء لأن هناك تحفظات عليها من قبل حزب الله. طيب، وهنا موقف وزير موقف حزب الله جاء على لسان الوزير فنيش حين قال بأنه عندما تعتذر السعودية من المقاومة نفكر في إرسال وفد إليها، وفي حال قرر إفاد هذا الوفد إرسال هذا الوفد إلى المملكة هل نحن أمام أزمة جديدة؟ يعني أنا أعتقد أن الأمور في لبنان معقدة وصعبة ودقيقة ولكنها لن تذهب في اتجاه الانفجار ولن تذهب في اتجاه فرض عقد الحكومة لأني على ما أعتقد لا أجد سببا لرفع يد التغطية الدولية الإقليمية عن لبنان لجهة الحرص على استقراره وعدم ذهاب الأمور إلى الصدام في الشارع لأن ذلك سيشكل كارثة على الجميع. طيب. هناك يعني مثل بيقولوا عنا بلبنان الدنيا بتهز مفتوحة. أنا أعتقد هناك اهتزازات وليس هناك خشية من انفلات الأمور مع على الرغم من أن بعض المؤشرات المقلقة بدت في اليومين الماضيين على أثر الاشتباك الذي جرى في السعديات في منطقة السعديات وهو صحيح تزامن مع الإعلان عن وقف الهبة وعن استعار حرب التصريحات والمواقف عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. طيب سيد قصيفي، ما يمكن استنتاجه من مواقف الأطراف السياسية كافة بأنه كأنه تصوير لبنان على أنه بلد متسول، اعذرني على هذا التعبير لكن هذه نعم. حقيقة، هذا ما يجري التسويق إليه. نعم. وكأن نعم. يعني أين المشكلة لهذا الأمر له تداعيات داخلية وخارجية وبالتالي المؤسف أن الأمور طرحت على نحو أنه نعاقب لبنان بوقف الهبة عن الجيش الذي يتولى الدفاع عن الحدود اللبنانية ويقف سدا منيعا في وجه تسلل داعش وجبهة النصرة وكل العاملين في التنظيمات التكفيرية الذين يريدون توسيع إطار سيطرتهم وتغلغلهم من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني. من المؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد من المكاسرة وكذلك إذا كان من المؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد وإذا كان من المؤسف أن يقوم مثل هذا السجال
بين المملكة العربية السعودية وأطراف لبنانيين موجودين على الساحة، فإن هذا لا يبرر أن تسلط الأضواء وكأن اللبنانيين عندهم هلع وخوف وأنهم في حاجة إلى التسول كما بدأ من بعض المواقف. أنا أعتقد أن الأمر يتجاوز موضوع التسول ويتجاوز موضوع أيضا المساعدات إلى ما هو أهم، هو الإبقاء على مستوى عال من العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وهي علاقات تاريخية جيدة. صحيح. مرت بكبوات ومرت أيضا بأيام عز. علينا أن يعني على لبنان اليوم وعلى مجلس الوزراء أن يصدر قرار يراعي بين وحدة الصف الداخلي ومصلحة لبنان. طيب. في نسج علاقات جيدة مع شقيقاته الدول العربية. سيد صيفي، بشأن الهبة، هل من بدائل؟ هل من توجه على سبيل المثال يحكى عن الهبة الإيرانية ووديعة أيضا إيرانية؟ هل لديك معلومات في هذا الخصوص؟ وهل هذا وارد؟ لا، لحد لغاية الآن ليس هناك معلومات عن هبة إيرانية. لقد كان هناك عرض إيراني منذ أشهر طويلة، وهذا العرض يقضي بتسليح الجيش اللبناني من دون قيد أو شرط. صحيح. ومن دون أي عبء. ولكن الخلاف السياسي القائم في لبنان بين معسكرين أدى إلى صرف النظر عن البحث في هذا الموضوع، خصوصا أن العرض قد طرح في وقت لم تكن العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد رفعت. الآن وقد رفعت هذه العقوبات الدولية، يفترض، يعني ليس يفترض، سمعت أن هناك بعض الفرقاء السياسيين الذين يودون طرح موضوع الحصول على هبة من إيران أو على مساعدات عسكرية من إيران، خصوصا بعد زوال هذه العقوبات. وأنا أعتقد أن هذا الأمر دونه عقبات، لأنه يستلزم توافقا داخل مجلس الوزراء، ومثل هذا التوافق غير قائم حاليا. نعم، شكرا جزيلا لك جوزيف صيفي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل 15 عنصرا من داعش بعد صد هجوم للتنظيم بمساندة طائرات التحالف الأمريكي على مقر عسكري تابع للفرقة العاشرة في الجيش العراقي في منطقة الحامضية شرق الرمادي، كما أحبطت القوات العراقية هجوما لداعش على مرتفعات مكحول شمال بيجي. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين بأن الطائرات العراقية أغارت على تجمعات لداعش في مخمور وأطراف القيارة جنوب الموصل. تواصل القوات الأمنية العراقية وسرايا السلام والأجهزة الاستخبارية عملياتها في استهداف داعش ومشغلاته في منطقة التعاون ما بعد اللاين غرب صلاح الدين. عبدالله بدران والتفاصيل. لا تهدأ الاشتباكات هنا في التعاون ما بعد اللاين في صلاح الدين، الهدف قطع إمداد داعش ما بين التعاون ومنخفض الثرثار، بعدما خسر التنظيم تقسيم خط النفط الذي اعتمد على سرقته وتهريبه للبيع. داعش يجهد للوصول إلى المحور وأنبوب النفط، ولأنه يدرك صعوبة الاحتفاظ بالمنطقة يستهدفها للمشاغلة بمفارز للإعاقة والقصف. إذن هي معالجة من قبل قوات سرايا السلام الموجودة في هذه المنطقة لإحباط تعرض لمسلح داعش من البحوار باتجاه حج حسين، منطقة حج حسين الواقعة على خط اللاين. الهدف من الوصول لما بعد منطقة التعاون الامساك بالأرض وجعلها ارتكازا أمنيا قبل أي عملية تهدف إلى الوصول لمنخفض الثرثار الاستراتيجي بين صلاح الدين والأنبار. إذا أخذ قرية حج حسين الصيغ مقر انطلاقه من قرية حج حسين، مكان ما يجيني من داعش ثلاثة اللي هو يبعد ما يقرب 4 كيلوات أو 3 كيلوات يبعد عني، لا راح يصير انطلاقته بعد عني شنو؟ بعد عني ما يقرب 500 متر.
المعارك التي شهدتها المنطقة وأبرزها الزورة وهجوم شارع وطبان اعتمدت بشكل أساسي على تكتيك الصواريخ الحرارية لإحباط هجمات داعش. دائما يصير علينا تعرضات ب 14 ب 23 وإحنا إن شاء الله هنا موجودين نصد الهجوم نصد المفخخات. في جبهة اللاين الممتدة لأكثر من 80 كيلومترا يعتمد الانتشار الأمني على المواجهة المباشرة مع داعش، وترك لسلاح طيران الجيش قصف امدادات التنظيم وحركة أرتاله في الصحراء الغربية. من اللاين في صلاح الدين، عبد الله بدران، الميادين. أرسلت الحكومة العراقية المزيد من القوات إلى المنطقة الشمالية استعدادا لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، فقد وصل إلى قاعدة مخمور شمال البلاد مئات الجنود العراقيين بآليات عسكرية تابعة إلى قيادة فرقة المشاة 15. وتفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي معسكر التاجي مؤكدا بدء الاستعدادات لتحرير الموصل، وأن قوات البشميركا ستكون جزءا مهما من العملية. أطلقت عشائر كركوك نداء استغاثة لإنقاذ أكثر من 17,000 عائلة لا تزال محاصرة في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والبشير جنوب غرب المدينة. طلبت العشائر بفتح ممرات آمنة بهدف تسهيل خروج تلك العائلات التي تعيش ظروفا إنسانية صعبة. محمد كريم. هم فروا من قبضة داعش، عائلات حالفها الحظ بالنجاة، فيما مصير آلاف آخرين بات مجهولا. هم من مناطق الحويجة والرياض والرشاد غرب كركوك. لا عمليات إجلاء لأسباب عسكرية، غياب للمساعدات الإنسانية، والعشائر العربية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ أكثر من 17,000 عائلة محاصرة. من يكشف أنه دليل لخروج هذه العوائل يلقى القبض عليه ويعدم فعلا. في الفترة الأخيرة الآونة العشرة الأيام يعني أكثر من 17 شخص بين مواطن ودليل. لحد الآن لا يوجد برنامج مرسوم وواضح لتوفير لفتح قنوات آمنة، يعني ممرات آمنة. تحت القصف المستمر في العراق يعاني النازحون إلى الداخل والخارج وتتزايد أعدادهم. أكثر من 2000 عائلة تمكنت من الهرب باتجاه مناطق سيطرة الحشد الشعبي في كركوك في حركة نزوح تصاعد خطها البياني ولا سيما في الأسابيع القليلة الماضية. منذ أكثر من شهرين نستقبل العوائل الهاربة في جبهات مكحولة، استعدادات متكاملة، وليس هناك أكثر من الأمر الذي سيأتينا من العمليات المشتركة للبدء بتحرير مناطق جنوب كركوك وكذلك بلدة البشير. ميدانيا تواصل المقاتلات العراقية والدولية قصف الحويجة ومحيطها، موقعة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف داعش بحسب المصادر الأمنية، تمهيدا لشن حرب استعادة السيطرة على القضاء. يرى مراقبون أن تشكيل حزام أمني في المناطق المفتوحة من جنوب شرق نينوى وصولا إلى الحويجة بات أمرا ضروريا لمنع داعش من إعادة ترتيب أوضاعه مع بدء عمليات تحرير الموصل. من أطراف كركوك الشمالية، محمد كريم، الميادين. وصف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الشيعة والسنة بجناحي الإسلام، وأضاف أن من الضروري التقريب بينهما. الطيب وخلال زيارته إندونيسيا على رأس وفد من علماء الأزهر حذر من الاختلاف بين علماء الأمة الذي قد يؤدي إلى الخلاف بين الناس والتعصب لفكر معين والتشدد في المذاهب، مؤكدا سماحة الإسلام الذي يستوعب كل المذاهب الإسلامية بلا تعصب أو تشدد. انتقد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري ما وصفها بالتدخلات البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية. جزائري أوضح أن شرط أي علاقة مع بريطانيا يجب أن تقوم على وقف تدخلاتها في شؤون إيران الداخلية، داعيا الخارجية الإيرانية إلى الرد بطريقة حاسمة على تصرفات الحكومة البريطانية وسفارة بريطانيا في طهران، وإلى عدم فسح المجال لهما للمزيد من بث الفتنة الشيطانية على حد تعبيره. والمزيد من التفاصيل بشأن الإعداد للانتخابات الإيرانية تنضم إلينا من طهران وفاء العام. وفاء إليك. سلمى الحاج، شكرا.
أهلا بكم إلى هذه النافذة من طهران التي نطل بها عليكم لمتابعة تطورات الملف الانتخابي على مستوى انتخابات مجلس الشورى في إيران ومجلس خبراء القيادة أيضا. ونبدأ بتصريحات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني الذي دعا إلى مشاركة شعبية قوية في الانتخابات المقبلة. وفي كلمة له أمام طلاب وأساتذة جامعيين في طهران، رأى رفسنجاني أن فوز الاتجاهات المعتدلة في الانتخابات تصدى لظهور الأفكار المتطرفة في المجتمع. وبشأن ما يقال عن دعم أجنبي لبعض المرشحين، قال رفسنجاني للأجانب غير حريصين على الثورة، معتبرا أن الشعب يميز جيدا من يتفانى في خدمته بصدق وإخلاص. زعيم قائمة الإصلاحيين في طهران محمد رضا عارف أعرب عن أمله بنتائج برلمان قوي قادر على مراقبة عمل الحكومة إلى الحد الأقصى. في ظل الاتفاق الذي تم مع المرشحين المؤيدين للحكومة، نأمل أن نشاهد برلمانا قويا يسهم في تطوير البلاد وفي نفس الوقت يقوم بواجبه الإشرافي إلى الحد الأقصى. قال النائب الأصولي علي رضا مرندي المرشح عن قائمة جبهة القوى الأصولية أن دعم أعداء إيران لبعض المرشحين هو بمثابة نقطة الانحراف بالنسبة إليهم. مرندي دعا هؤلاء المرشحون إلى إعلان موقف صريح وواضح إزاء هذا الدعم المثير لعلامة الاستفهام، وإلا فإن عليهم تحمل عواقب ذلك على حد تعبيره. وأضاف أن البريطانيين ومن خلال محطاتهم التلفزيونية الموجهة يحاولون النفاذ والتسلل إلى إيران عبر الانتخابات. والمزيد حول المستجدات الانتخابية معنا من ميدان ولي عصر وسط طهران مراسل الميادين علي مرتضى. أهلا بك علي، كيف تبدو الأجواء خصوصا وأن المنافسة أصبحت مع مرور كل يوم من انطلاق الحملات الانتخابية تحتدم أكثر؟ نعم، يعني شيئا فشيئا أصبحت شوارع طهران تمتلئ بصور المرشحين للانتخابات التشريعية هنا في ميدان ولي عصر. يعني تكثر هذه الصور للمرشحين، وهي دائما ما يعني إذا ما أردنا أن نري بالكاميرا هذه الصور التي تنتشر بهذا الميدان هنا. يبدو أن الشعب الإيراني تفاعل مع هذه الحملات، هناك العديد من الكلام في الشارع حول الاتهامات المتبادلة التي يتبادلها الطرفان الأساسيان في هذه المعركة، أي نتكلم عن المبدئيون الأصوليون المبدئيون والإصلاحيون. هناك تركيز من قبل كل طرف على مصادر القوى والتي تأخذ أصوات أو تؤمن له أصواتا من قبل الشعب أو المواطنين الإيرانيين. الإصلاحيون دائما ما يصرون على إيجابية التحسن الاقتصادي الذي سيؤمنه الاتفاق النووي الذي تم البدء بتنفيذه، وبالتالي هم يستعملون هذا للحصول على تأييد من قبل المواطنين. وبالتالي فإن وفي المقابل فإن المبدئيون الأصوليون فهم دائما ما يتحدثون والآن بشكل كبير جدا كما ذكرت في الأخبار عن موضوع التدخلات الأجنبية وخاصة البريطانية منها، وهم يسمون بالتحديد بعض القنوات التي البريطانية التي تنطق بالفارسية والتي تؤيد الإصلاحيين. وبرأيهم فإن هذا الموضوع يضر بالإصلاحيين ويضر بالبلد وهو تعدي على سيادة البلد. التصاريح دائما ما تدور حول هذا الموضوع. أوساط الأصوليون المبدئيون دائما ما تقول بأن الاتفاق النووي لا يؤمن انفتاحا اقتصاديا أو بالأحرى لا يؤمن تقدما اقتصاديا بالمطلق، وبالتالي يجب تقنين هذا الانفتاح عبر قوانين تشريعية، يجب أن تقر بطريقة سيادية أكثر. وكلنا نذكر البارحة حينما تم انتقاد بعض القوانين من قبل الإصلاحيين، حينما تم انتقاد بعض القوانين التي تنظم النفط والغاز. وبالتالي فإن الطرفان اليوم هما يسعان إلى استمالة الكتلة الوسطية إذا ما صح التعبير في الشعب الإيراني. فهم الإصلاحيون لديهم قاعدة شعبية كبيرة، وأيضا المبدئيون لديهم قاعدة شعبية كبيرة، والمعركة اليوم تدور على الكتلة المتحركة، وكل يرد الاتهامات ويتهم بالمقابل. فمثلا الإصلاحيون تكلموا عن حينما تكلم المبدئيون عن موضوع الأمن والإرهاب ومكافحة الإرهاب، وذكروا أن لهم دور كبير في مكافحة الإرهاب في البلدان كالعراق وكسوريا أيضا، ويستخدمون هذا الموضوع
ضمن حملاتهم الانتخابية. اليوم وزير الأمن في الحكومة تقريبا يعني وكأنه يرد على الموضوع حينما نعم قال علي. بأن رغم كل محاولات الإرهاب لاستهداف إيران فإن انفجارا واحدا لم يحدث هنا في إيران، وبالتالي فإن هذا الأمر يأتي في سياق الرد. هذه هي أجواء الحملات الانتخابية وهي تتصاعد شيئا فشيئا حتى الوصول إلى يوم الانتخاب في 26 من هذا الشهر يوم الجمعة المقبل. كل الشكر لك علي مرتضى مراسلنا، كنت معنا من ميدان ولي عصر في وسط طهران. علي مرتضى كان قد أعد تقريرا عن متحف طهران للفنون المعاصرة الذي يعتبر المتحف الأكثر قيمة فنية في الشرق الأوسط. على أنغام أم كلثوم تتراقص لوحة الفن العالمي في متحف طهران للفنون الجميلة. هنا ينفصل المرء عن الواقع ليدخل دنيا من الخيال أمام لوحات أشهر الفنانين العالميين بيكاسو وبولوك وباكون، إلى جانب أعمال معاصرة لأهم الفنانين العالميين كانت محفوظة في قبو خفي في المتحف. هذا المتحف من أفضل 10 متاحف في العالم، لدينا آلاف اللوحات بقيمة مليارات الدولارات. هناك لوحات حافظنا عليها منذ أيام الشاه، يعود بعضها إلى عام 1983. عرضت علينا دول كثيرة أن تشتري بعض اللوحات إلا أننا لم نقبل. 7 صالات عرض رئيسية وساحة مفتوحة لعرض المنحوتات الشهيرة في باحة المتحف التي تضم أعمال أشهر الفنانين العالميين، إلى جانب لوحات لم تعرضها إيران طوال 36 عاما. وبمجرد إعلانها أضحى المتحف مقصدا للكثير من السياح الأجانب والفنانين الإيرانيين. أنا مندهش فعلا لما أكون أعلم أساسا بتوفر هذه اللوحات في طهران. فعلا الأعمال التي يعرضها هذا المتحف تعد مهمة جدا، وهي لا تؤرخ فقط لتاريخ إيران بل لتاريخ العالم أيضا. احتفاظ إيران بهذه الثروة أمر جميل فعلا. أنا آتي إلى هنا دائما لمشاهدة المعروضات الجديدة. إن هذا المتحف فضلا عن أنه يحوي لوحات لفنانين عظماء من القرن الماضي، فهو يعرض أيضا أعمالا معاصرة لفنانين مهمين في إيران والخارج. في المدة الأخيرة وبعد تجدد الانفتاح الإيراني على الغرب عرضت الكثير من الصفقات على الإيرانيين لبيع اللوحات، إلا أن إدارة المتحف ترفض الأمر لاعتبارها اللوحات المعروضة كنزا تاريخيا تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار. منذ انتصار الثورة الإسلامية لف الغموض هذا البلد، لم يكن أحد يعلم بأن الثورة حافظت على ثروة من الفنون المعاصرة. متحف طهران للفنون المعاصرة كان يكتنز فنونا تحمل إرث تاريخ. علي مرتضى، طهران، الميادين. تعتبر مدينة بندر عباس بوابة إيران الجنوبية على العالم الخارجي ونافذتها على مضيق هرمز. المدينة وميناؤها يقفان على أعتاب مرحلة جديدة بعد الاتفاق النووي. حازم كلاس والتفاصيل. على الضفاف الشمالية لمضيق هرمز يرسو العديد من سفن الشحن. هنا بندر شهيد رجائي، أكبر ميناء إيراني بمساحة تقارب 5000 هكتار وبطاقة استيعابية تصل إلى 100 مليون طن سنويا. من المتوقع أن يصبح ميناء بندر عباس في خلال العام المقبل وبعد رفع العقوبات عن إيران الميناء الرئيسي لاستيراد وتصدير البضائع، ويكون هناك هجوما كبيرا للعمل في ميناء بندر عباس، خاصة بعد الاتفاقيات التي تمت بين إيران وروسيا وإيران والصين. رفع العقوبات عن إيران ينظر إليه هنا على أنه رفع لمرساة الركود الاقتصادي، بما ينعش حركة التجارة ويفتح طرقا جديدة أمام الاقتصاد الإيراني، وهذا ما يتقاطع مع توجهات حكومية تعمل على توفير المزيد من البنى التحتية لتطوير هذه البوابة الاقتصادية المهمة. بوابة ما كانت ربما لو لم يكن البحر هنا، بحر يألف أهالي بندر عباس ركوبه فيعتاش منه صيادون يحملون أسماكه طازجة إلى أسواق سوق السمك. هنا
عالم البحر أمامك بكل ما لذ وطاب. بلباسهم التقليدي يقفون شارحين لك ميزات كل نوع من الأسماك لتقف حائرا فيما يمكن أن تشتريه. مدينة رائعة بندر عباس ببحرها وناسها وطعامها اللذيذ وخاصة مأكولاتها البحرية. هكذا هي بندر عباس، منارة لإيران على مر العصور ونموذج للعيش المشترك. جنبا إلى جنب ينتصب هذان المسجدان ليقولا لكل حائر عابر: إن لم تسمع فها أنت ترى. هكذا ينهي أهالي بندر عباس نهارهم على ضفاف المياه الخليجية، يرقبون البحر وينتظرون ما سيحمله إليهم من سفن تجارية بعد رفع العقوبات تنعش المدينة وتحسن من واقع الحال. حازم كلاس، بندر عباس، جنوب إيران، الميادين. وصلنا إلى ختام هذه النافذة، نلقاكم في نشرة السابعة للمزيد من التفاصيل. والآن عودة للزميلة سلمى الحاج ونشرة الظهيرة، إليك سلمى. وفاء العام، شكرا جزيلا لك ولكل الفريق العامل والمواكب لهذه الانتخابات. أعلنت القوات المسلحة الليبية سيطرتها على ميناء المريسة في بنغازي وعلى مستشفى هواري جنوبها. القيادة العامة للقوات الليبية أكدت أن العملية جرت بناء على تعليمات من وزير الدفاع اللواء خليفة حفتر بالتقدم في المحور الغربي باتجاه بلدة بوفاخرة. هذا فيما قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 30 في معارك بين الجيش والمسلحين في أجدابيا التي سيطر الجيش عليها. غزو ثوب الثقة لحكومة الوفاق الليبية في طبرق يسرع بمقص الجيش في قطع الطريق على الجماعات المسلحة في إجدابيا وبنغازي. الجيش يهزم مجلس شورى ثوار إجدابيا ضمن عملية دم الشهيد ويواصل عملياته في مقاتلة مجلس شورى ثوار بنغازي على بعد نحو 150 كيلومترا شمال إجدابيا. إجدابيا وبعد محاصرة المسلحين فيها باتت تحت سيطرة الجيش الليبي، يسارع الآن إلى تمشيط مزارعها وتأمين بقية المناطق بعد طرد المسلحين من المنطقة المحيطة بشارع الجلوز ومنطقة الحي الصناعي الجنوبي كآخر موقعين كانا تحت سيطرة مجلس شورى ثوار إجدابيا. خلال عامين ومنذ انطلاق عملية الكرامة، هذه هي المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش الليبي على مدينة بالكامل ويسد المنافذ البحرية على المسلحين بسيطرة على ميناء المريسة جنوب غربي بنغازي في معارك قتل فيها العشرات في صفوف الجيش ومجلس شورى ثوار بنغازي. الميناء الصغير أوفد الكثير من شحنات السلاح لمسلحي مجاهدي درنة ومجلس شورى ثوار بنغازي ولغيرها من الجماعات المسلحة في الشرق. 15 طلعة جوية نفذها السلاح الجوي الليبي لقصف مواقع المسلحين في بنغازي وما جاورها، يقول رئيس أركان القوات الجوية صقر الجدروشي. سهل تقدم الجيش في المحور الغربي من المدينة وخاصة في منطقة جنفودة والحليس إضافة إلى ميناء المريسة. وضع الجيش الليبي قدمه على هذا المنفذ البحري سيغير الكثير من مجريات الصراع في الشرق. معارك محور الصبري ستكون أهون عليه من ذي قبل، فقد حاصر في معارك الأسبوع الأخير مقاتلي شورى ثوار بنغازي وعزلهم عن ذخائرهم الآتية من الميناء، لتبقى المواجهة الكبرى في الوسط الليبي مع ساكني مقر قاعة واغادوغو في سرت وإمارة داعش الموعودة في الشمال الأفريقي. حقق سينمائيون عرب عدة إنجازات في مهرجان برلين السينمائي لهذا العام. أفلام من تونس وفلسطين وبيروت نالت جوائز عديدة، بينما حصد الفيلم الإيطالي نار في البحر الجائزة الأولى. حسن عبد الله والتفاصيل. إنجازات سينمائية عربية لافتة سجلها سينمائيون عرب في مهرجان برلين السينمائي في دورته هذا العام. توزعت الجوائز التي حصدتها الأفلام العربية على عدة فئات، أبرزها فيلم نحبك هادي للمخرج التونسي محمد بن عطية الذي حاز جائزة أفضل عمل روائي أول، ونال جائزة أفضل ممثل بطل فيلم نحبك هادي مجد مستورة الذي أهدى الجائزة إلى شبان الذين لا يزالون يناضلون
من أجل مستقبل أفضل لتونس. السينما الفلسطينية كان لها نصيبها، فذهبت جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الخاصة إلى الفيلم القصير رجل يعود للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، ويحكي العمل قصة رضا الذي عاد إلى مخيم عين الحلوة في لبنان بعد فشله في الحصول على لجوء في أوروبا. السعودية حضرت أيضا على منصة التتويج من خلال فيلم بركة يقابل بركة للمخرج محمود صباغ الذي حاز جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية المستقلة، مناصفة مع فيلم أولئك الذين يقفزون للمخرج المالي بكر أبو سيديبي. أما جائزة روبرت بوش لأفضل إنتاج عربي ألماني مشترك فكانت من نصيب فيلم التحريك أربعة فصول لأجل سوريا للمخرجين وارف أبو قرع وكيفار كمراد، كما حاز الجائزة نفسها كل من الفيلمين اللبنانيين تشويش للمخرجة فيروز سرحال وحرب ميغال للمخرجة إليان راهب. جوائز المهرجان الرئيسية: الدب الذهبي من نصيب فيلم نار في البحر للمخرج الإيطالي جيان فرانكو روسي، ولجنة التحكيم الكبرى لفيلم الموت في سراييفو لدينيس تانوفيتش من البوسنة. وتنضم إلينا من باريس هدى إبراهيم الناقدة السينمائية. أهلا بك سيدة هدى. جوائز عدة نالتها الأفلام العربية في هذا المهرجان، مهرجان برلين. ماذا يعني هذا التقدم في السينما العربية؟ أولا دعيني أشير إلى أن هذه الأفلام جميعا تقريبا هي أفلام الجيل الشاب من العالم العربي، وهي تحمل إلى السينما العالمية نبضا جديدا، لغة جديدة، وحكايات هذا الشباب الذي يكافح في كافة المجالات. دعيني أذكر أيضا أن مسابقة مهرجان برلين الرسمية منذ 20 عام لم تتضمن أي فيلم عربي، وهذا بحد ذاته المشاركة التونسية شيء يعني الكثير. ضف على ذلك أن هذه المشاركة استطاعت أن تحوز إعجاب لجنة التحكيم. الفيلم التونسي يتناول جيل الشباب، مشاكله مع جيل الأهل، مع الوصاية لهذا الجيل الأهل، وفيه الكثير من الرمزية والشاعرية أيضا لشاب يحاول أن يشق طريقه في تونس اليوم، تونس ما بعد الثورة، في ظل كل هذه المشاكل والصعوبات التي نعرفها لتونس. إذن هذه اللغات السينمائية، هذه المعالجات السينمائية من فلسطين إلى مصر، مصر التي شاركت أيضا في مسابقة الفوروم، هذه المشاركات العربية كلها جاءت لتجرؤ أكثر من أي وقت مضى على تناول حكاياتنا بشكل واقعي، وهذا ما كان الغرب يريد أن ينظر إليه، وهذا ما استعطف بين مزدوجين لجان التحكيم في كافة المسابقات، لأن هذه القصص كانت حقيقية ومعالجاتها كانت فنية بما يستحق الإعجاب ويستحق الفوز. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة هدى إبراهيم الناقدة السينمائية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية. والآن إلى الأخبار الاقتصادية وعبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا سلمى. البضاعة الأوروبية التي كانت تمر عبر سوريا طرق سوريا معروف الأزمة فيها. نعم. والحرب الدائرة فيها، الآن أصبحت عبر إسرائيل، هل نحن أمام تطبيع غير مباشر؟ يعني صحيفة جيرزي بوست اليوم ذكرت أن الخط الذي كان ينقل البضائع الأوروبية من سوريا إلى بقية الدول العربية تحول إلى ميناء حيفا الإسرائيلي للأسف. تفاصيل معك. شكرا. أهلا بكم. ذكرت صحيفة جيرزلين بوست الإسرائيلية أن البضائع الأوروبية الآتية إلى الدول العربية والخليجية تحديدا ستغير وجهتها ليتم مرورها عبر إسرائيل. الحرب في سوريا ستجعل من إسرائيل الجسر البري الرئيسي بين بعض الدول الأوروبية والعربية بحسب الصحيفة. الصحيفة كشفت أيضا أنه في العام الماضي مرت عبر إسرائيل نحو 13 ألف شاحنة محملة بمنتجات مقبلة من تركيا وبلغاريا، أي بزيادة قدرها أكثر من 25% مقابل 10,000 شاحنة في العام 2014. كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بلاده لن تخفض أسعار الجنيه المصري قبل أن تزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 30 مليار دولار صعودا من حجم الاحتياطي الحالي وهو 17 مليارا. وتواجه مصر التي تعتمد على الواردات نقصا في العملات الأجنبية منذ 5 سنوات بفعل تراجع الإيرادات السياحية وعاملي الاستثمارات.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار سجلتها مصر عام 2011 إلى 17 مليارا نهاية الشهر الماضي. كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مجموعة جافي المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أكدت أن لبنان يستوفي الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل. وكان البرلمان اللبناني قد أقر منذ 3 أشهر قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع أسعار النفط المتهاوية. وقدرت لاغارد أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ نحو 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة، ما يوازي 20% من الناتج المحلي الإجمالي هذه البلدان. شكك المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة الدولية عاموس جيخوشتاين في نجاح اتفاق الدوحة النفطي، مؤكدا أن تجميد إنتاج هذه الدول عند مستويات تاريخية مرتفعة لن يغير الواقع في سوق متخمة بالإمدادات. خوشتاين توقع عدم التزام طهران بعد رفع الحظر عنها بمستوى صادرات النفط عند المستويات المتدنية لمرحلة العقوبات. وكانت روسيا، السعودية، قطر وفنزويلا قد اتفقت على تجميد الإنتاج عند المستوى المسجل في كانون 2 يناير الماضي في مسعى منها لاستقرار الأسعار. عادت أسعار النفط إلى الارتفاع صباح اليوم الاثنين وتجاوز سعر برميل برنت 33 دولارا في آسيا في ظل التساؤلات حول أي إجراءات محتملة للحد من إنتاج النفط. وكانت الأسعار قد سجلت بعض التحسن الأسبوع الماضي بعد إعلان السعودية وروسيا وهما منتجين للنفط الخام في العالم استعدادهما لتجميد الإنتاج عند مستواه في كانون 2 يناير، إلا أن الأسعار تراجعت مجددا يوم الجمعة وسط مخاوف من وفرة العرض. في الخبر الأخير، يقدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى البرلمان الأوروبي مشروع الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يوم الجمعة قبل 4 أشهر من موعد الاستفتاء الشعبي حول انتماء بريطانيا للاتحاد. ويسعى كاميرون إلى إقناع مواطنيه بالتصويت بنعم للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي رغم معارضة شخصيات بارزة على رأسها رئيس بلدية لندن النائب المحافظ بوريس جونسون. جونسون سيخوض حملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل نكسة لكاميرون الذي يحاول تفادي أي اعتراض من الشخصية الرئيسة في الحزب المحافظ. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة. التذكير كالعادة عند 5:30 إلى 5 دقائق مع المزيد من أخبار الاقتصاد. شكرا جزيلا. شكرا سلمى. أعلن مصدر مسؤول في مطار عدن الدولي أنه ستعلق جميع الرحلات الجوية في المطار ابتداء من اليوم، وذلك بعد صدور قرار رسمي بإغلاق المطار حتى شهر آخر. المصدر أوضح أن قرار إغلاق المطار صدر عن قيادة التحالف السعودي في عدن، قد اتخذ كخطوة احترازية لمواجهة التهديدات الأمنية. هذا وأصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميما بتعليق رحلاتها إلى عدن وتحويلها إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت. اشتباكات عنيفة بين قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز، فيما تتواصل غارة التحالف السعودي على القرى والمناطق اليمنية مخلفة القتلى والجرحى. على مختلف الجبهات لم تنجح قوات هادي والتحالف السعودي في تحقيق تغيير حاسم في المعارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية من مأرب والجوف إلى تعز وإلى الحدود السعودية، فيما الجانب اليمني لم ينجح فقط في إحباط الهجمات بل سجل أيضا تقدما وخصوصا على جبهات ميدي في حجة وفي تعز وفي غرب مأرب التي بات على مسافة 10 كيلومترات منها.
وبحسب مصادر يمنية فإن الجيش واللجان الشعبية أمنوا منطقة بني علي في مديرية حيفان بمحافظة تعز. كذلك شهدت منطقة ثعبات شرق مدينة تعز مواجهات وصفت بالأعنف بين قوات الرئيس هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين. في محافظة مأرب وبحسب وزارة الدفاع اليمنية فإن الجيش واللجان استعادوا السيطرة على كافة الجبال والتلال المحيطة بجبل الرشاء من جميع الجهات بمنطقة الجدعان غرب مأرب. التطورات الميدانية أتت على وقع الغارات الجوية التي استهدفت ساحل المخا غرب تعز ومديرية ذباب الساحلية، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين. مقاتلات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح ومحافظة حجة. الغارات امتدت لتشمل العاصمة صنعاء، واستهدفت غارتان منطقة الصباحة بمديرية بني مطر غرب العاصمة ومعسكر الصمع بمديرية أرحب شمالا. على الحدود اليمنية السعودية قال الجيش اليمني إنه استهدف موقعا للجيش السعودي في المحطة البيضاء بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى الآليات السعودية. كما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات عسكرية سعودية في بيت الرمادي وجحفان. قوات الجيش واللجان الشعبية اقتحمت للمرة الثانية موقع نهوقة العسكري في نجران بعد عملية اقتحام سابقة تكبدت فيها القوات السعودية خسائر كبيرة. إلى العناوين. الجيش السوري يستعيد مناطق على طريق حلب خناصر، وداعش يحرق مخازن الوقود في المحطة الحرارية بريف حلب قبل انسحابه منها. وزير الخارجية التركية يستبعد تنفيذ أنقرة والرياض عملية برية في سوريا، وبوغدانوف في طهران قريبا حاملا رسالة من بوتين إلى روحاني. جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية لمناقشة وقف المساعدات السعودية للقوى الأمنية والحكومة السعودية تؤكد استمرارها في مؤازرة الشعب اللبناني. الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة أجدابيا وميناء المريسة في بنغازي. وجوائز متنوعة للسينما العربية في مهرجان برلين السينمائي، أبرزها للفيلم التونسي نحبك هادي. المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. الظهيرة انتهت، إلى اللقاء.